القاهرة والناس تهنئكم بمناسبة رأس السنة الهجرية، ونشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. مصر تدين الاعتداء على سفينة المساعدات الإماراتية. عودة السياحة الألمانية. ضحي خلفان للسعودية، معاملة أمريكا بالمثل. وجريمة التهرب من الضرائب تطارد ترامب. وإليكم تفاصيل النشرة. الاعتداءات على قوافل الإغاثة الإنسانية مخالف للقانون والأعراف الدولية. فقد أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد الهجوم الذي شنته عناصر تابعة للحوثيين في اليمن ضد سفينة المساعدات الإنسانية التابعة لشركة الجرافات البحرية الإماراتية عند منطقة باب المندب، والتي كانت تقوم بإحدى رحلاتها الدورية من وإلى عدن لنقل المساعدات الطبية إلى اليمن. بشائر عودة السياحة. فقد استقبل مطار شرم الشيخ الدولي أول فوق سياحي ألماني عبر طائرة شركة إير كايرو، والتي كان على متنها 172 سائحا، وذلك بعد انقطاع استمر قرابة عام عقب سقوط الطائرة الروسية في سيناء أكتوبر الماضي، حيث شهد المطار استقبالا حافلا وتم توزيع الورود والزهور على السائحين، وقامت فرق التنورة والمزمار البلدي بتحيتهم والترحيب بهم. ألقت قوات الأمن بالأسكندرية القبض على 3 من المتورطين في غرق مركب الهجرة غير الشرعية برشيد أثناء اختبائهم بإحدى الشقق السكنية بمنطقة سيدي بشر. وكانت محكمة جناح بلطيم قد حكمت بحبس 3 سماسرة هجرة غير شرعية 3 سنوات مع الشغل وغرامة 50,000 جنيه بتهمة النصب. المعاملة بالمثل. فقد طالب نائب رئيس الشرطة والأمن العام الإماراتي ضحي خلفان المملكة السعودية بإصدار قانون يجرم من يتهموها بالإرهاب. وكتب خلفان عبر حسابه على تويتر: أرجو أن تصدر المملكة العربية السعودية قانونا يجرم كل من يتهم المملكة برعاية الإرهاب، لأنها الدولة التي كانت أكثر مكافحة له. يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أقرت قانون العدالة ضد الإرهاب والمعروف باسم جاستا، والذي يتيح لضحايا هجوم سبتمبر مقاضاة الرياض. أردوغان ينتقم. فقد اعتقلت قوات الأمن التركية شقيق فتح الله جولين المعارض البارز في مدينة أزمير غرب تركيا. وكانت السلطات التركية قد دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تسليم جولين بتهمة الوقوف وراء تحرك الجيش التركي منتصف يوليو الماضي ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ترامب متهرب من الضرائب. حيث قالت جريدة نيويورك تايمز الأمريكي أنها تمتلك مستندات تثبت أن دونالد ترامب المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية نجح في تفادي دفع الضرائب لسنوات طويلة، موضحة أن الإقرار الضريبي لترامب عن عام 1995 يثبت إعلانه خسارة شركاته أكثر من 900 مليون دولار، بحيث أنه لم يدفع ضرائب نحو 18 عاماً. إلى هنا انتهت نشرتنا، ألقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.